ماذا الرئيسان الأمريكي فهم يجيب بوتين عن يوم تماما عما أنجزه في خدمته ما في نسيكي فهم قال إنها ليست سوى بداية لساعات العلاقات وقد بوتين إلى محاسسة ومحاسسة ناشعة جدا مخيلة للغاية وأشهد الرئيسان الأمريكي فهم بقول مكي مع الرئيس الروسي بوتين يوم أمس الأثنين قال إنها ليست سوى بداية لعملية ساعات العلاقات وأضاف جزء صحفي مرتبط مع بوتين في رسالته ومستعد منا هو أساس هو أنا واتفقنا في بداية أنا متعرف من صديقة المستقبل في الأحيان وأنا في التواصل الحالي المستقبل التي ناقشنا عليها وكما قسم لي أربع كلام من عملاء في تحسين التعاون بين بلاده وبالسياسة هذا البلد قال أيضا في المؤتمر المحرك أن الجانبين لما القدرة لإقامة 3000 الناس حول هذه الدائرة هنا وضعف معه للسماح لإعادة تقييم الحملة الناجمة من تنزيل الدولة المحلية في داعش بدأ قال الرئيس الروسي من بوتين أن محادثات مع قوات ناجحة جدا وسوف تتضخم وتتوصل إلى حلول أوروبية تحظى بكل تماما شكرا لحسن الاستماع. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.